تشاهدون في رمضان. براك 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 براك. ها وش صار؟ وش قاعد تسين انت؟ يا اخي انا قاعد اسوي هذه مو الحين بالافلام كذا يا اخي بالناظر زين بس شوف. علي بيركبون سياره. ركب 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 لقم لقم الرشاش حق لقم لقم لا تدف لا تدف يلا يلا شوف في حد ولا ما في فلوس يلا سوس ولا حركة ولا حركة ما بيصير مو علي علي اسكت ريدو اسكت فلوس اي فلوس فلوس هذه اللي مو مصرف اللي بالخياش هذه قطعه خشبيه حبيبي على كيفك خشبيه شلون هنا برنامج تلفزيوني اقول جيب فلوس بس جيب هذه فلوس خشبيه شوف انت هذه قطعه خشبيه اي والله في فلوس خشب مو بذهب ذي ولا فلوس أيوة. يعني ما بحقيقيه حتى يلبس نظارات بالليل ما عليك من النظاره هذه ما هي فلوس حقيقيه هذه خشب هذه قطعه خشبيه تدري مسدسات مو حقيقيه شوف خلصونا ما وجع الهوا وبرنامجكم هذا احنا اللي بنقدمه اقول اخر احنا بنقدم برنامج هذا بنقدمه خلاص يا ناصر ان شاء الله احنا اللي بنقدم البرنامج انتظرونا شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.